أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع اللاعب مهدي سعد. أعرب جلالته عن اعتزازه بالموقف المشرف للاعب مع المنتخب بعد تلقيه نبأ وفاة والده قبيل المباراة النهائية أمام المنتخب الكوري الجنوبي، حيث شارك في المباراة وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. مؤكدا جلالته أن هذا الموقف الكبير الذي ظهر به اللاعب يعكس حرصه واهتمامه على المواصلة في مهمته الوطنية مع المنتخب. في هذه المشاركة الهامة مهنئا جلالته اللاعب وزملائه بهذه النتيجة المشرفة، ومقدما جلالته تعازيه ومواساته للاعب بمصابه الجلل بوفاة والده رحمه الله. أشكر جلالة الملك على الاتصال العزيز اللي رفع من معنوياتي واجد، وهذا قليل نقدمه لشعب البحرين، وإن شاء الله في القادم عندنا الأفضل والأفضل إن شاء الله.